الأنبياء المرسلون هم عبرة للمؤمنين. الأنبياء المرسلون هم الهدى للحائرين، هم أشد المبتلين. الأنبياء المرسلون كم جاهدوا لم يضعفوا، فإنهم رسل الإله. والله غالب ولو كان العناد إلى مدى. أبو النبيين الخليل لم يخش نارا أو بشر، والنار برد وسلام، وهكذا الله أمر. يونس ببطن حوته مناديا لربه، والله رحمن رحيم نجاه من ظلمائه. موسى يكيد الساحرين فعصاه ثعبان مبين، ينجو الكليم بقومه وعدوه في المغرقين. هذا المسيح مؤيد متكلم في مهده، يشفي بقدرة ربه، يحيي الموات بإذنه. محمد ختامه أتته كل المعجزات، يكفيه من القرآن ما فيه من ماض وآن. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين وعلى جميع قد غادرنا محمد، فهو غير راض عن أسلوب بيعنا وشرائنا. رفض أن نضع أسفل الصاع بعد الحجارة قبل أن نملأه تمرا ليأخذه الشاري أقل وزنا. ماذا في ذلك؟ في تمرك الأسفل الجيد هذا تعويض عن هذا الوزن. لقد رفض أن يستدين مالا كرأس مال، فكيف سيصبح تاجرا إذا؟ أردنا عليه أن يتاجر في الخمور فرفض، وفي أثواب النساء فرفض أيضا، فليبقى إذن فقيرا أبد الدهر. هل رأيتما محمد بن عبد الله؟ وماذا تريدين منه؟ لقد ترك التجارة. خطبينا نحن. هل لدى سيدتك خديجة ما تبيعه، أم تريد أن تستأجره شابا ليحرس تجارتها في رحلة الصيف؟ لا هذا ولا ذاك، أنا أريده وكفى. وحق الآلهة هذه ليست خادمة، إنها كاتمة سر. وأي سر يا ترى؟ لا تستعجل، سنكتشف كل الأسرار.
هيا بنا إلى نادي القوم نلهو ونتدرب على فنون الفروسية. ما أخطأت مولاتي خديجة إذ بعثت بي إلى ذاك الشاب محمد. كم يختلف عن هؤلاء الشباب، فهو لا يغش الناس. ألا تحبين أن تشتري من أثوابي الجميلة أيتها الجارية؟ أما محمد فوجهه جميل ويطفح بنور غامض. تكلمين نفسك يا هذه؟ وهل عثرت على محمد بن عبد الله؟ وما شأنك أنت؟ اذهب إلى لهوكما وفراغ وقتكما. لن أحدث هؤلاء الشبان عما اتفقت عليه مع محمد، فقد رضي أن يسافر مع تجارة سيدة خديجة، ولم يبق إلا أن يقابلها بعد المغيب ليتفق على الأجر. إذا كان أمرك مع محمد من أجل التجارة والسفر فقد خاب سعيك، فهو لا خبرة له بالتجارة. أغرب عن وجهي. ما عمر هذا الشاب محمد؟ يقولون إنه قارب 25، أي أنه في سن الزواج؟ لا، بل تجاوزها قليلا. لماذا لم يتزوج بعد؟ سيدي، سيدي أبا طالب، يا سيد آل عبد المطلب، بشراك. ما بك يا مبروكة؟ لقد وافق ابن أخيك محمد على أن يخرج بتجارة سيدتي. وهل طلب هو منها ذلك؟ لا. هل بيننا من يكتم السر؟ هي التي عرضت عليه بواسطتي. يا لمحمد هذا، ويا لعفته وكبريائه وسمو خلقه. كم أنا سعيد إذ اختارته خديجة سيدة نساء مكة وشريفة بيت خويلد لتأمنه على تجارتها. أجل يا سيدي، أليس هو من يسمونه الصادق الأمين؟ فلأسلم إذن على خديجة وأبارك لها. ليت سيدتي خديجة أصغر سنا لكانت تزوجت، ولكن لا يهم، فهي لا تزال جميلة ونضرة وقادرة على الإنجاب، ولعل القدر يجمع بينهما. ها؟ ما لي ولهذه النجوى؟ الأمور ليست كذلك. محمد أمين على التجارة وكفى. القافلة، انظري إلى الإبل، إنها تسير ببطء لما فوقها من أحمال. أنت يا وجه الفأل والسعد، من يظن أن تجارة يكون فيها محمد بن عبد الله يمكن أن تخيب؟ يا لفرحتي عندما يبلغ سيدتي خديجة أن زوجها الحبيب قد عاد سالما غانما. لقد تحققت نبوءتي، وها قد أصبح محمد زوجا لسيدتي. ومضت الأيام ومحمد يخرج في تجارة زوجته خديجة ويعود إلى مكة لينفرد أغلب وقته في كهف في جبل هو غار حراء، يتأمل ويفكر في إله الكون. وإذا ما جاء شهر رمضان. ما قصة ابن أخيك يا أبا طالب؟ يكاد لا يبرح ذاك الغار. أجل، فهو يذهب إليه دوما، وبخاصة في رمضان، إنه يعتكف به تاركا زوجته وأولاده وتجارته. وهل أخلف معك عهدا في التجارة؟ لا، ولكن كأنما أصبح غريبا عنا وعن آلهتنا. اسمع يا وجيه القوم، محمد لم يعد ذاك الشاب الصغير، لقد أصبح رجلا ناضجا في الأربعين، وليس لأحد منا سلطان عليه.
اهدئي يا مبروكة، اهدئي. ماذا يمكن أن تفعل سيدتي خديجة أكثر من أن تضرب خياما لنا ولها قرب الغار؟ سيدتي قلقة كثيرا على سيدي محمد، فقد طال غيابه في حراء وهي تخشى عليه طول التأمل. لا تخافي، لقد أرسلت إليه من يتعجل عودته. لا أعلم يا أختي، لا أعلم. اخلدي إلى النوم الآن، وغدا نستطلع الأمر. الطقس هادئ وكل ما في الطبيعة ساكن، لا صوت ولا ريح، وسيدتي خديجة في الخيمة المجاورة يفر النوم من عينيها. في تلك الليلة من ليالي شهر رمضان حدث أمر عظيم ومهيب. جبريل عليه السلام يأتي إلى محمد ويعرض عليه كتابا، ثم يطلب منه أن يقرأ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ما بك يا زيد؟ أفزعتني من نومي. هل حدث مكروه لسيدي محمد؟ لا، ولكن سيدي عاد من الغار شاحبا مرتعدا يتصبب منه العرق. هل هو مريض؟ لا يا مبروك لا. إذا ما به تكلم؟ سمعته يحدث سيدتي خديجة عن أمر غريب حدث له. أجل. وعن صوت كان يناديه ويقول له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. محمد رسول. سيدتي خديجة تصدق ما يقول، وفي الحال أرسلت إلى أبي بكر فصدق الأمر سماعا، وكذلك علي الصغير الذي أنصت إليهما. وأين سيدي محمد الآن؟ إنه يطوف بالكعبة كعادته كلما عاد من حراء. اسمعي، يقولون إن سيدي محمدا قد جاءه الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإنه نبي. ما كل هذا؟ وأخذ محمد يبشر برسالة الإسلام ويدعو الناس إلى نبذ الأوثان وعبادة الله الواحد القهار. لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. يجب أن نوقف محمدا عند حده. أجل، فهو يحتقر آلهتنا ويدعو لعبادة إلهه. لقد آمن به عدد كبير من القوم. بد من وسيلة للتخلص منه. نقتله. فهل نأمن ثأر بني هاشم؟ لنأتي إذن من كل قبيلة بشاب فنقتله، وبذلك يتوزع دمه بين القبائل وننجو بفعلتنا. هذا فراشه وهو ينام متدثرا ببردته، فلنقتحم بيته ونقتل. لا، لننتظر حتى يخرج إلى صلاته عند الفجر فننقض عليه. وفي تلك الليلة كان محمد وصديقه أبو بكر يشقان طريق الهجرة إلى يثرب، وقد خرجا خفية تحت جنح الليل. إنه الفجر، هيا أفيقوا، لقد طلع الفجر ومحمد لم يخرج من داره. إذن هيا إليه في الداخل. إنه ليس محمدا، هذا علي. لقد خلعنا محمد وهرب، هيا نلحق به. يا
محمد على أبي بكر الصديق أن يتواريا عن الطريق في أحد الكهوف، بينما كان المشركون يتتبعون الأثر بحثا عن محمد، ولكن الله دبر أمرا لم يكن بحسبان المشركين. انظروا كيف نسجت العنكبوت خيوطها، وانظروا إلى هذه الحمامة التي وضعت بيضها. لا يمكن أن يكون ومن معه هنا، هيا نبحث في مكان آخر. وهكذا أنقذ الله سبحانه وتعالى نبيه وصاحبه أبا بكر من بطش المشركين، فتابعا مسيرهما حتى وصلا إلى يثرب، فاستقبله الأنصار استقبال الأطفال. ها قد وصل، ها هو رسول الله. ها قد وصل رسول الله. ها قد وصل رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بعد سنوات من نشر الدعوة عاد محمد إلى مكة مع من هاجروا في سبيل الإسلام، فحطم أصنام الكعبة وأعلن الإسلام، وصلى الله عليه وسلم. على جميع المرسلين صلوا.